نروح لمشروع الصوب الزراعية اللي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده من المشروعات القومية المهمة اللي بتساهم في تأمين الأمن الغذائي لمصر، وليه دور كبير في ضبط أسعار المنتجات الزراعية داخل الأسواق. خلونا نتعرف أكتر عن هذا المشروع في التقرير اللي جاي. تعتبر الصوب الزراعية أحد أهم المشروعات القومية والتي تحقق مكاسب عدة للاقتصاد وهامش ربح للفلاحين واستقرار لأسعار السلع الاستهلاكية. مشروع الصوب الزراعية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لسد الفجوة الغذائية بين إنتاج واستهلاك مصر من الخضروات والفاكهة والتي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، يعتبر أحد المشروعات القومية الكبيرة والتي تسهم في الحفاظ على أمن مصر الغذائي. وحتى الآن وصل المشروع إلى مرحلته الثالثة، ومع اكتمال المشروع في عام 2021 سيوفر أكثر من 1.5 مليون طن من الخضروات سنوياً، مع إتاحة أكثر من 300,000 فرصة عمل جديدة ومباشرة. ومع التعاون المثمر الذي قدمته العديد من أجهزة الدولة وفي مقدمتها وزارة الزراعة والري والكهرباء للشركات التي شاركت في التنفيذ والعديد من الشركات المصرية، إضافة إلى شركة روفايبا الإسبانية. وبالتزامن مع المشروع القومي، بدأت وزارة الزراعة في التوسع بشكل إضافي من خلال منح الفلاحين تراخيص إنشاء الصوب الزراعية والتي تحقق مكاسب عدة للاقتصاد وهامش ربح للفلاحين واستقرار في الأسعار الخاصة بالسلع الاستهلاكية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ممثلة في إدارة الخضر التي تضمن حصول الفلاح على الترخيص والشتلات من مصادر موثوق بها ومنتجة من أنواع تقوي مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج. إجمالي موافقات التراخيص التي تم اعتمادها في الموسم الشتوي الجديد للصوب الخضروات بلغت 38,000 صوبة، تبدأ مساحتها من قيرتين إلى 6 قراريط، ليصل الإجمالي في الموسم الصيفي والشتوي إلى 65,000 صوبة. وتخضع الصوب لإشراف وزارة الزراعة لزيادة الإنتاج وضبط منظومة الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال الاعتماد على الزراعة الثانوية لمحاصيل الخضر. وهناك حملة مرورية على جميع الصوب بمختلف المحافظات لمتابعة سجلات الترخيص للصوب المرخصة وغير المرخصة الخاصة بإنتاج شتلات الخضر والمشاتل المكشوفة لتقنين أوضاعها وحصرها. المشروع يساهم في تطوير الزراعة المصرية ويمثل نقلة حضارية حديثة ستغير شكل الزراعة في مصر، مما يؤكد استعادة الريادة في المجال الزراعي للمصريين، كما أنه سيحقق إنتاجية أكبر في حجم المحاصيل الزراعية ومفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الزراعية الطازجة والخالية من الملوثات، بجانب إنشاء وحدات للتصنيع الزراعي والغذائي قيمة مضافة تساهم في تقليل الفاقد من المحصول.